اهلا وياكم رندا القشطيني، مصممه ديكور، مصممه قطع اكسسوارات منزليه. اقدم الاستشارات والدورات التدريبيه في مجال الديكور. الهدف من هذه الدوره انه اي شخص ما عنده خلفيه في الديكور والتاثيث راح يكون قادر انه ياسس بيت بطريقه صحيحه سهله وواضحه. هذه الدورة راح تشمل كل المفاهيم والخطوات الأساسية اللي لازم نطبقها من قبل شراء الأثاث إلى آخر قطعة نخليها بالمكان. راح تشمل الطريقة الصحيحة لاختيار الأثاث الصحيح المناسب للمكان، طريقة توزيعه بالمكان بطريقة صحيحة، تناسق الألوان، ترتيب الأكسسوارات، الستائر، وكل النقاط المهمة اللي لازم ننتبه عليها حتى نتجنب الأخطاء الممكنة.